أيها الشعب الكريم، إخواني، أبنائي، في هذه الفترات العصيبة التي تواكب سير الزمن وفي مهب الأحداث الكبرى التي تمر بعاصفها على صفحات تاريخكم لتكتب فيها وقائعكم وتسجل مآسركم ومفاخركم أو مآسيكم وأحزانكم في هذه الأدوار والمراحل وفي ذكرياتها وأيامها في ساعات الشدة والحرج أو ساعات النعمة والفرج، يشق علي ألا ألتقي بكم حيثما تلتقون، وألا أجد نفسي حيث أنفسكم توجدون، لأشارككم آلامكم وأملكم، وأعيش في سرائكم وضرائكم، وأشعر من الشعور بواجبي نحوكم كمواطن، وبحقكم علي كرئيس، ولكم ولكم خاطبتكم في البأساء والضراء، ولقيتكم في أيامكم قبل أن تبلغوها وبعد أن بلغتموها، وكم عودت نفسي أن أتصفح وجوهكم وأواجه قلوبكم وأستوحي عزائمكم كلما ألم بنا خط واتلهم في حالكات الليالي أمر. فما أخطأ حدسي عندما عقدت عليكم الرجاء، وما تحول إيماني عندما وضعت إيماني عند الله والحق. ولقد وضعت حياتي في طريق النضال، وما وليت عليكم لأنحجب عنكم وأضل عن طريقكم، وما عرفت الرئاسات والقيادات في عهود الجهاد وليس لها عندي أي تعريف سوى أنها عهود على أصحابها وديون في ذممهم وحقوق على رقابهم ومضاء مستقيم إلى منياتهم. فإن كتبت لهم الحياة أكرم الله حياتهم بجهادهم، وإن كتبت لهم الشهادة أكرم الله ثراهم وأجزل عطاءهم وبارك الأرض بدمائهم. أيها الإخوان والأبناء، إن خطابي اليوم إليكم لفي أمور ذات شأن في مصادرها ومسالكها وفي عواقبها، ولست لأهتم في تفاصيلها ودقائقها قدر اهتمامي بمعناها ومرماها وأثرها في حياتنا القومية وتقرير مصيرنا في أمة عربية كتب الله لها أن تنهض بأعباء رسالة مجيدة. فالحمد لله ثم الحمد لله. لماذا يريدوننا أن نعيش على طنك وضنا وحرمان لتزق ثرواتنا وأرزاقنا إلى مخازنهم ومستودعاتهم؟ يغدقونها على أنفسهم، بل يغدقونها على أعدائنا جهارا نهارا، ونحن سكوت على الأذى والضيم. فلا عاش السكوت على الأذى، ولا عاش الركوع على الخنوع، ولا عاش احتمال الضيم ورؤية جانيه، ولا عاش الاستقرار رهينة في مخلب الاستعمار، ولا عاش السلام على الأرض محمولا على مناكب العبيد مدرجا بدم الأبرياء، ولا نامت أعين الجبناء.